كنتش مصدقاني؟ لا اقصد يعني اتكلمت معاه. طبعا اتكلمت في حاجات كتير معاه. طب كنتوا بتتكلموا في ايه؟ 3 سنين 365 يوم. شوف بقى ده احنا ما سيبناش حد بس حاجة أنا بتكلم فيها. مش مهندس كامل وصفت كل حاجة هنا. البيت والترابيزة دي والدفاية. لا لا طبعا. كأني كنت عايش معاك هنا. مش مفروض في مكتبة هنا؟ وقال لي أول ما تخش من أوضة الإعاد على إيدك اليمين. المفروض في مكتبة هنا؟ أيوة كانت مكتبة، بس أنا شلت الكتب مع حاجة المرحوم اللي ما بنستعملهاش. الحمد لله. أنا جايب كده حاجة يعني مش قد المقام يعني. هدية بسيطة. أنا ما كنتش متخيل إنك أنت بقيتي عروسة حلوة كده. الله ده جميل أوي، متشكرة أوي. من زمان وأنا نفسي بدبة زي دي. خدي بقى، اتفضلي يا مؤاخذة. اتفضلي. ما كانش في داعي كده يا ابني. أيوة ده أنت زي أختي. سأل الله بقى إن الهدايا دي تبقى على ذوقك يعني. جميل أوي. الله انت ازاي عرفت ان ماما بتحب اللون ده؟ اصل الباشمهندس حكى لي عنكم كتير، فتح لي قلبه وفتحت له قلبي، حكينا لبعض على كل حاجه. انا اعرف حاجات عنكم ما تتخيلوهاش، يعني تحبوا ايه؟ تكرهوا ايه؟ طبعك، طبع عمتك، طبع ماما، تفاصيل حياتكم. السمك ده الظهر نار البرد اكتر. عموما ممكن تبات في المخزن اللي بره. كرم زايد وحياة رسول يعني. عنك بقى انت، انا مش ضيف وانا لازم اعمل بالأمتي، مش عارف كده يعني. كم معلقة سكر؟ زيادة. معلش هي الأوضة مكركبة شوية بس يعني لو حد كان طيب. لعنك انت، لعنك انت. كل حاجه طيب. تصبح على خير. قلت اقلب الارض تاخد شمس وبعدين اديها شويه ميه حلوه تغسل الملوحه اللي فيها نقدر نزرعها. انت بتفهم في الزراعه؟ ما هو الباشمهندس كامل فهمنا على كل حاجه، احنا ياما زرعنا في السجن. ايه ده؟ امال انا هنا بعمل ايه؟ لا لا لا، ايد على ايد تساعد. معلش. اتفضلي.
كتير. هو مفيش حد بيساعدكم ولا ايه؟ كان في ست فلاحة عمتي مشيتها من شهرين، كان ما بتحبش حد غريب يشتغل عندنا. انت بقى اللي بتري الغنم؟ يعني انا يوم، ماما يوم، عمتي يوم، على حسب يعني. لا انا اعرفه بقى ان الغنم عايز راعي واحد، انت عارفه ليش؟ ها؟ اشمعنى؟ عشان تولف عليه وتخاف منه. اوريكي؟ اوريكي بس. سبعة وستين انضرب بطلق غارة، راحت عيلته كلها. كنت عيل صغير، ناس من جيراننا اخدوني معاهم لما كانوا بيهجروا اهل السويس. عشت معاهم سنتين، دوقوني فيهم النور، رحت طفشان منهم. رحت وشحت والله عشان خاصه على لقمه العيش. حاولت امشي بمرض الله، لكن هو بقى ظروف هي اللي وقعت في الغلط، والبخت المهبد طاع في ناس يطلعوا ولاد حرام بيشتغلوا في تهريب الممنوعات، شغالين معاهم. اتقبض علينا واتقصيت 10 سنين في السجن. بقى اتعرفت على باشمهندس كامل، عرف حكايتي وعرفت حكايته. فضلنا نفكر ونحلم ليالي طويلة ازاي نخلي المكان ده جنة، جنة كده نعيش فيها كلنا مع بعض. ولا تفتكروا ان امنطجي ولا بلون الكلام ولا بقول اي منظر، لا انا صريح ودغري ومحبش الملاوعة. عيبي شوية ان انا ببقى ساعات كسلان حبتين كده. لا بسيطة. ايه الشاي حلو؟ حلو شاي؟ مظبوط قوي. مع الصعيدي راح يقعد على القهوة على الشاي. اتنين صعيدة قاعدين في القهوة، فجأة قعدتهم جنب مراية، فرحوا طالبين 4 شاي. على واحد راجل اتجوز خلف طفل. ما اكونش في النقط، اقول لكم فزورة. ايه الفرق بين واحد بيرمي نفسه من 10 دور وواحد بيرمي نفسه من الدور الاول؟ خليب حماركو اللي بيرمي نفسه من 10 دور يقول لك ايه؟ بوم. اللي بيرمي نفسه من دور واحد يقول لك ايه؟ بوم. لا حلو حلو. انا بس بحب افتح شويه كده. الله يرحمه الباشمهندس كامل كان يقول للراجل لازم يبقى يضحك كده في البيت علشان الست تحس بالامان. صحيح الكلام ده؟ وده يا دوبك ننام علشان عندنا شغل بدري الصبح، مش كده ولا ايه؟ عندك حق. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. خرابة جميلة قوي. هو مهجور اي نعم، بس والله جميلة. لو كنت عشت فيه ما كنتش قلت كده. انت بتحبيش المكان ده؟ انا خلاص ناوي امشي من هنا اول ما الاقي بيع نصيبي ونصيب سلمى في الارض. ليه؟ لان ما فيهوش حاجة، والوحدة ممكن تخلي البني ادم يتجنن. هتقولي ليه؟ وانا مجرب. هو حقيقي الباشمهندس دخل السجن ظلم؟ ايوه. يعني في ناس لك تقولوا تهمة الاختلاس دي؟ ايوه. مين ولاد الكلب دول؟ اهلي. اسف ما دخلتنيش، لكن ليه؟ كنت مخطوبة لابن عمي وما كنتش بحبه، ولما كان اللي تقدم لي اهلي رفضوه، هربت معاه واتجوزنا. طبعا الحركه دي لما عوزها تلاقيها جننت اهلك. بالظبط كده، وبداوا يحاربوا كامل بكل الطرق علشان يسيبني. قررنا نسيب القرف ده كله ونيجي نعيش هنا في ارض عيلته. ما سابوناش، لفقوا له تهمه اختلاس.
وساوموه، يا يطلقني يا يتسجن. افضل السجن على انه يبيعني انا وسلمى. تلاقيكوا قضيتوا سنين صعبه لوحديكم انت وعزه وسلمى. عزه اتهمتني وقالت ان السبب في اللي حصل لكامل، وده اللي هز البنت قوي، لان احنا الثلاثه مش طايقين بعض مع ان وشنا في وش بعض طول الوقت. تعبنا قوي وبقينا فاضيين من جوه، يمكن ما بقاش عندنا اي عواطف او احاسيس، يمكن المكان ده هو السبب. الايام كلها بقى.